بيبدأ الفيلم مع لي وصديقته وين، وعايشين في مدينة فانكوفر وهما بيشتغلوا رسامين، ووين بترسم لوحات فنية أصلية من إبداعها، لكن لي بيهتم بتقليد وتكرار اللوحات اللي رسمها الرسامين المشهورين، وموهوب جدا في الحتة دي، وممكن يقلد أي نوع من الرسومات مهما كانت صغيرة أو كبيرة بكل التفاصيل وبمنتهى الدقة. ومع ذلك شغلته ملهاش أي شعبية بين التجار أو منظمين المعارض، وبيعتبروه مجرد شخص نصاب، وبيرفضوا يعرضوا أي لوحات مزيفة مهما كانت جميلة أو دقيقة. وفي ليلة وهو مروح سمع مدير يوين بيقول لها أنها تنسى الشغل مع لي إذا كانت عاوزة تنجح لأنه مش مبدع، لكن يوين قالت له أنها تستقيل لو لي ما شاركش معاها في معرضها اللي جاي. وبعد كتير من التعب يوين لقت قاعة تعرض فيها أعمالها، وفعلا تم عرض اللوحات وشافها الضيوف وناس كتير منهم حبت شغلهم، ويوين أصرت على عرض لوحة واحدة من لوحات لي في المعرض جنب شغلها، لكن كل لوحاتها اتباعت ما عدا لوحته لأنها غير أصلية. وزعل لي لأنه من البداية ما كانش عايز يشارك في المعرض، وبيظهر واحد من الضيوف اسمه الرسام وبينتقد اللوحة بتاعت لي وبيقول عليها أنها مزيفة ومتقلدة بشكل مسيء للفن، وأي كاميرا كان ممكن تطلع الصورة أحسن منه. لكن يوين بتتضايق علشان لي وبترمي المية في وشه بمنتهى الشراسة وبتطرده من المعرض. وليه خرج ورا الرسام علشان يعتذر له، لكنه بيكتشف ان الرسام كان عامل الخطة دي من الاول علشان يستفز لي ويقدر يقابله، وبيوريه لوحة من لوحاته وطلب منه يقابله على انفراد لانه سمع انه موهوب جدا في الفن المزيف وعارف انه قوي جدا ودقيق في شغله. وراحوا في مكان بعيد عن المعرض، وفضل الرسام يتكلم مع لي ويقول له انه مهووس بالنسخ المتقلدة من الرسم وعنده وظيفة ليه إذا كان عايز يغير حياته فعلا. وبعد المقابلة رجع ليه للمعرض الفني وحرق اللوحة اللي انتقدها الرسام وسببت مشاكل، ومشي وهو راضي عن اللي عمله. واتصل بالرسام في اليوم اللي بعده ووافق على الشغل معاه، ولما سأل عن اللوحات اللي هو عاوز يقلدها الرسام طلع له ورقة ب$100 وطلح انه عايز يعمل كميات كبيرة من العملة المزيفة لكنه عايزها بدقة بحيث محدش يتعرف عليها ابدا. وفي البداية بيرفض لي انه يعمل اي حاجة غير قانونية، لكن لما فكر شوية وعرف انه هيلعب بالفلوس لعب وافق على العرض فورا. ورجع علشان يعرف يوين لكنه شافها بتبعد عن البيت لانها قررت تسيبه بعد ما حرق اللوحة في المعرض وبوظ لها العرض اللي كلفها فلوس كتير. وليه بيكون انضم للفنان وفريقه وراكبين طيارة خاصة ورايحين تايلاند، وكل تفكير لي انه يروح كندا وياخد يوين معاه بعد ما يكسب فلوس كتير ويرجع لها ويعرف يصلحها تاني. والرسام بيقدم لي للفريق اللي هيشتغل معاهم، وبيتعرف على واحد اسمه يام خبير في الالوان والطباعة، واتنين تانيين مسؤولين عن الامن والتوزيع. وبنعرف ان ورقة $100 الامريكي اللي اتطبعت سنة 96 الحكومة عملت منها شكل جديد لصورة فرانكلين، والقديمة كانت صغيرة والجديدة اكبر بنسبة 50%، وده زود التفاصيل والخطوط في الصورة لدرجة انهم لو استخدموا الطبعة الليزر وظبطوا الاعدادات بتاعتها على اعلى جودة هتكون النتيجة برضو وحشة ومش هتكون دقيقة زي العملة الاصلية. ده غير ان في كتابات صغيرة جدا بين الخطوط مكتوب فيها الولايات المتحدة الامريكية، واقوى الطابعات مش هتقدر ابدا تطبع العملة بالدقة دي. وطبعا ليه عنده المهارة انه يرسم بادق من الطبعة العادية، والكرة جت في ملعبه. لكن المشكلة التانية اللي قابلتهم ان ورق الفلوس الاصلي بيحول الحبر اللي لونه اسود لما بيجي عليها للون الاصفر، ودي طريقة بيكشفوا بها التزوير في البنوك علشان يعرفوا الفرق بين الورق المزور والحقيقي. والرسام لحد دلوقتي مش لاقي طريقة يلاقي بيها ورق يشبه ورق البنكنوت، لكن لحد دلوقتي بيطلب من لي انه يشتغل بس على موضوع الرسم خلال الاسابيع اللي جاية وما يشغلش باله بالورق. وفعلا لي بيرسم ورقة $100 بدقة كبيرة ومش بيفوت ولا خط. لكن المشكلة اللي قابلته العلامة المائية، ولجأوا لطريقة اسمها طريقة الرسم الصيني، وبيعتمد على تعدد طبقات الورق، وبيحطوا الورقة اللي عليها العلامة المائية بين ورقتين مرسومين لكن بيكون فيهم بلل خفيف، وبيضغطوهم مع بعض قبل ما ينشفوا علشان يتشربوا كمية ضعيفة من الحبر ويوضحوا العلامة المائية بدقة. بعدها بتيجي عملية الطباعة ونظام الألوان تحت إشراف يام، وبيستخدم خبرته في عمل زنكات دقتها 10,000 ملي، وصنعوا 17 لوح من زنكات أو بصمات الطباعة. وبيبدأوا الاختبار ولقوا ان مفيش اي تأثير تموج في نسيج الورقة، وده معناه انهم نجحوا فعلا. بعدها اكتشف الرسام طريقة علشان يلاقي بيها ورق يشبه ورق البنكنوت ومصنوع من نفس المادة الخام اللي بيتصنع منها الدولار، وسافروا لأوروبا الشرقية علشان يستوردوا الورق من مزاد هناك. بيبيع الورق الحكومي اللي بيستخدم في عمل دفاتر دليل التليفونات في أوروبا، لكن المشكلة ان المزاد ده معمول للحكومات بس
لأن الورق ده ممنوع بيعه، ومقاسه تقريبا 3 أضعاف ورقة المئة دولار اللي عايزين يزوروها، يعني ده عز الطلب. وتخانت الورق وملمسها زي ورق الفلوس تقريبا، واشتروا مجموعة ضخمة جدا من الورق، وعشان محدش يشك فيهم كانوا متنكرين في شكل أصحاب شركة رسوم متحركة صينية بتشتغل مع جمعيات خيرية هدفها مساعدة الأطفال الفقراء في أفريقيا. وبعد ما استوردوا الورق وخدوه للمخبأ اللي هما بيشتغلوا فيه، الموضوع ما خدش وقت في صناعة أول دفعة من ورق الدولار المزيف، وخرجت الورقة زي الأصلية بالظبط. لكن قابلتهم مشكلة تانية، لأنهم محتاجين حبر معين اسمه حبر متغير الألوان، وده مش مملوك غير للحكومة. وبعد 6 شهور من الشغل مع الرسام رجع ليه علشان يصالح يون، لكنه ما لقاهاش هناك وساب لها المفتاح على مكتبها وقرر يمشي. والرسام اعتقد انه جبان لانه استسلم بسهولة، وده اتسبب في جدال جامد بينهم، وقال له لازم ترجع لها لان ده هيأثر على شغلنا. وعلشان يثبت له انه جبان فعلا، طلع الرسام مسدس والدالي ليه ولبس قناع وخلاه هو كمان يلبس قناع زيه، واتضح انه عامل فخ علشان يسرقوا الاحباط متغيرة الالوان من عربية البنك المركزي المصفحة. واعتقد ان ليه هيتشجع ويقدر يضرب نار لما يورطوا معاه في العملية دي، لكن ليه ما يقدرش يضرب النار على اي حد بسبب الخوف والجبن. وبعد انتهاء عملية السطو مات كل رجالة الشرطة، والرسام فجر عربياتهم. وليه كان مصدوم وعرف ان الرسام ده شخص مش طبيعي، وانه كان شغال معاه بس علشان الرسم مش لقتل الناس. بعدها بنشوف خبير في العملة المزيفة شغال تبع الشرطة واسمه وينج، وتم استدعائه لهونج كونج من كندا لان الشرطة جالها بلاغ عن ارتفاع نسبة الفلوس المزيفة. وينج بيقابل رئيس شرطة هونج كونج المفتشة هو، وراحوا في مهمة سرية وتظهروا بانهم على استعداد انهم يشتروا اي عملة مزيفة. وبعد عدد من المحاولات مع كتير من السماسرة قدروا ياخدوا معاد علشان يقابلوا الرسام في حفلة على قارب، لكن اكتشفوا ان الرسام بعت لهم حد مكانه، وبدأ فريق الرسام يختبر وينج ويسألوا عليه، واتضح انه نضيف وما قدروش يكشفوه ومفيش منه اي خوف. وفي يوم من الايام قرب ليه من الرسام وقال له انه عاوز يسيب التزوير ويرجع بيته، ووعدهم انه هيشوف طريقة جديدة ليهم علشان يقدروا يكملوا شغلهم من غيره. ومع ذلك الرسام بيوافق وقال له اعمل اللي انت عايزه، وتعصب وساب ومشي. بعدها عصابة الرسام بدأوا يلفوا في جميع انحاء العالم، وبيقدروا يوزعوا الفلوس المزيفة على مستوى دولي، وبيكسبوا فلوس كتير بشكل جنوني، وزاد الطلب على فلوسهم المزيفة. بعدها بيلاقوا عرض مغري جدا من زعيم تايلاندي اسمه الجنرال، ودعا الرسام وفريقه للمخبأ بتاعه وبيجتمع معاهم اجتماع عمل. لكن اتضح ان الجنرال ده هو اللي قتل ابو الرسام من زمان، والرسام بيخطط من البداية لقتل الجنرال مش للشغل معاه. والرسام بيفتح البدلة بتاعته وبيظهر انها مليانة انابل، وطلب من لي انه يضغط على زر التفجير، لكن لي جبان ورفض انه يقتله وبيرمي المفجر على الارض. وبعد ثواني في عربية جنبهم انفجرت، وبدأ تبادل اطلاق النار، واتقتل كل فرد من فريق الجنرال ما عدا خبيرة الفلوس المزيفة سارة، وكانت على وشك الموت بسبب الحريق، لكن لي انقذها. وبياخدوا سارة معاهم في عربتهم والمكان كله بينفجر وراهم. وبعد ما مشيت المجموعة من هناك عالجوا سارة وخلوها تشتغل معاهم في الفريق لان عندها خبرة كبيرة في الفلوس المزيفة، وكان ليه مهتم بيها جدا وبقوا اصدقاء. وفي نفس الوقت الرسام ادالها بطاقة مزيفة باسم وين على اسم صديقة لي السابقة، وبياخد الفريق استراحة لمدة سنة كاملة علشان البوليس ما يقدرش يوصل لهم بعد الحادثة. وخلال الوقت ده رجع لي والرسام لفرانكوفر علشان يقابلوا يوين ويصالحها، واتصدم لي لما عرف انها بقت مشهورة وباعت كتير من لوحاتها. واللي زود الامور سوء كمان انه عرف انها اتخطبت لمديرها، والرسام بيقوله لازم تقاتل علشان حبك، لكن ليه جبان واستسلم فعلا. وفي المشهد اللي بعده وهم على اليخت وفي طريقهم لاجتماع عمل مع الشرطي السري وينج، الرسام عمل بحث من تاني عنه وقدر يعرف انه شرطي فعلا، واكتشف ان الشرطة حددت مكان الرسام وشكوا فيه، وده بسبب ان خبير الطباعة يام خالف القواعد واشترى ساعة اثرية بفلوس مزيفة بالخطأ. وقرر الرسام انه يقتل عيلته بسبب غلطته، ويام بيتوسل للرسام انه ما يقتلش عيلته، وقرر الرسام انه يقتله هو بالرصاص لان القواعد قواعد. وليه بيحاول انتقام من الرسام لكنه بيضربه وبيسيبه يمشي. بعدها الفريق بيقابل وينج وما يعرفش انهم عارفين انه ظابط، وبمجرد ما وصل لغرفتهم طلب الرسام من لي انه يقتل وينج، لكن ليه بيرفض، والرسام بيقتل الظابط بنفسه. وعلشان يجبر لي انه يبطل جبن ومعادش يخاف، الرسام خطف يوين وخطبها وسلم له مسدس وطلب منه يقتل خطبها، وعارف انه طلب صعب عليه لكنه عاوز يسهل عليه قتل الناس العادية بعد كده او الناس اللي بيكرههم.
ومع ذلك رفض ليه مرة تانية ووجه المسدس ناحية الرسام، لكن الرسام قال له أراهنك على $1,000,000 لو عرفت تضرب طلقة واحدة. والرسام وكل أعضاء الفريق ضربوا النار على يوين وخطبها، لكن ليه أنقذ يوين وخطبها بيموت؟ وسارة خدت بالها إن ليه هيتقتل بعدهم مباشرة، وافتكرت إنه أنقذ حياتها من الحريق، وهجمت باقي الفريق كله وقتلتهم ما عدا الرسام. وليه وجه المسدس ناحيته وأول مرة يضرب رصاصة، وبيفرغ المسدس كله على الرسام وقتله. وسارة خلته يسيب يوين بسرعة علشان يقدروا يهربوا، وخدته سارة وراحوا استقروا في منتجع كان اشترى لهم الرسام من فترة، لكنهم اكتشفوا ان الرسام لسه عايش لان عيلة يام اتقتلت، والشرطة ما لقتش جثة الرسام لحد دلوقتي. وفي يوم اكتشف لي ان يوين على وشك عمل نصب تذكاري لخطيبها اللي مات، وشك ان الرسام ممكن يروح لها هناك علشان يقتلها ويقدر يوصل له، وقرر يروح ويواجهه على الرغم من ان سارة ترجته ما يروحش الا انه برضه راح علشان ينقذ يوين. لكن وهو في الطريق استخدم فلوس مزيفة بالغلط واتقبض عليه من الشرطة، وهو بيركب البوكس شاف الرسام وفي ايده البامفلت بتاع معرض يوين، وبعدها اتاخد لهونج كونج تحت حراسة المفتشة هو واستجوبوه هناك، وحس ليه بالرعب لانه خايف انه يتقتل على ايد الرسام اذا كشف هويته للشرطة، واضطر يسكت وما يتكلمش عن اي حاجة. وبعد ايام قليلة راحت يوين تزوره واقنعته يعترف للشرطة بكل شيء، واتفقوا مع الشرطة على اتفاق ممكن يطلعوا براءة من القضية لان القانون بيحمي الشهود مقابل الكشف عن هوية المجرمين وتاريخهم الاجرامي. وبدأ ليه يعرف الشرطة كل حاجة عن الماضي كله، من اول بداية علاقته مع يوين وتعليمه للرسم، وازاي قابل الرسام، وازاي كسبوا اموال كتير من الفلوس المزورة، وكمان حادثة القتل الاولى اللي عملها الرسام قدامه، وقال لهم على كل حاجة. وبعد ما كشف لهم عن كل شيء ساعد الشرطة برسم تخطيطي لاخر شخصين عايشين في الفريق وهما الرسام وسارة. بعدها الشرطة سمحت له بالخروج بكفالة وهيسكن في فندق تحت مراقبة الشرطة، ودخلت يوين مع لي قطه والامن واقف بره، وبدأت الشرطة فورا تدور على الرسام بعد ما بقى معاهم صورة لي. والمفتشة هو لاحظت انه متنكر في لبس ضابط شرطة وموجود في الاسم، وفعلا بتبلغ عنه وبيعتقلوه، وبدأوا يحققوا معاه واكتشفوا انه فعلا ضابط شرطة ومش ممكن يكون هو الرسام ابدا، وممكن يكون ليه بيضللهم بالرسمة دي. وبنكتشف ان الضابط ده هو اللي كان مسؤول من البداية عن نقل ليه من تايلاند لهونج كونج مع المفتشة هو. والمفتشة افتكرت انها شافت وشه في المراية لما كان ليه بيترحل للسجن. وبنرجع فلاش باك وبنكتشف ان ليه والرسام شخص واحد من البداية، وليه ابتكر شخصية الرسام في عقله علشان يهرب من حقيقة انه شخص بشع، وفي كل مرة كان بيخاف فيها من الجرائم اللي بيرتكبها الرسام كان ليه هو اللي بيرتكبها بنفسه، وليه هو اللي قتل يام وعيلته لما اشتروا ساعة، وفي اخر عملية ضرب نار اتقتل فيها فريقه كان هو اللي قتلهم بمساعدة سارة، وهو نفس الشخص اللي قتل خطيب يوين بسبب كرهه ليه. وبنعرف ان البنت اللي راحت الاسم لانقاذه مش يوين انما هي سارة، ولما عالجها ليه امر الدكاترة يعملوا لها عملية تجميل ويخلوها شكل يوين، وسارة حبته ووافقت تقوم بدور يوين وهي ما تعرفهاش. وبنرجع للمفتشة هو وعرفت ان ليه عمره ما شاف الشخص اللي رسمه ده غير في عربية الترحيلات، وفي نفس الوقت وصل لها معلومات ان يوين في معرض فني خارج البلاد، والبنت اللي جت دي من شوية مزيفة، وفورا راحت الفندق علشان تقبض على ليه، لكنها لقيته هرب هو وسارة وكل افراد الحراسة مقتولين في الفندق. وتاني يوم ليه وسارة بيظهروا مع بعض في قارب وبيهربوا للفلبين، لكن سارة بتكون حزينة لانها اختارت تعيش مزيفة طول عمرها لشخصية يوين مع شخص ما بيحبهاش، وبتفتكر لما كانوا في الفندق وسألته اذا كان بيحبها هي ولا بيحب وش يوين، وليه قال لها انه ما يقدرش يخبي عنها حب ليوين. لكن هما في الطريق سارة بتقول له انها كانت بتسوق اليخت لساعات وبتلف بيه في نفس المكان، وهما دلوقتي لسه في هونج كونج، واتضح انها بلغت الشرطة من خلال ولعت هو لما كانوا في الفندق وادتهم رقم اليخت، وبتوصل لهم الشرطة وبيحاصروهم. ومع ذلك سارة فضلت انها تقتله وتقتل نفسها علشان مش هتقدر تعيش في بؤس طول حياتها بوش يوين، وبتفجر القارب قبل وصول الشرطة وبيموتوا سوا. وفي المشهد الاخير راحت المفتشة هو ليوين الحقيقية علشان تبلغها ان اللي قتل خطيبها مات وهو نفسه الرسام، ويوين لما شافت صورة ليه قالت لهم انه كان مجرد جار كان عايش جنبهم لفترة وعمره ما اتكلم معاها ابدا، واتضح انه كان بيتخيل ان بينه وبينها علاقة وما كانوش مع بعض ابدا في يوم من الايام. ودي نهاية الفيلم، وشكرا للمشاهدة.